زار صاحب المعالي السيد داتو سيري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد مسرح البحرين الوطني، حيث كان في استقباله رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. وخلال الزيارة أطلعت الشيخة مي بنت محمد معالي على دور المسرح الوطني في دعم الحركة الثقافية والفنية في مملكة البحرين، خاصة ما يتصل بتحقيق التواصل الثقافي بين مختلف الشعوب والحضارات. وقدمت ثقافة للوفد الزائر حفلا استثنائيا أحيته أوركسترا بلغاريا السيمفونية بقيادة كل من الفنان مبارك نجم وقائد الأوركسترا ديان بافلوف. وعاد الحفل تقديم موسيقى أجمل الأغنيات الوطنية البحرينية بأسلوب مختلف. أما على صعيد الأغنيات العاطفية فعزفت الأوركسترا موسيقى عدد من الأغنيات الشهيرة، وكل ذلك في طابع أوركسترالي سيمفوني رائع لم يتطرق له أحد من قبل. وقد رافق ضيف البلاد سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس بعثة الشرف.